المهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك. المكان ده يا جماعه، اولا عايز اقول لكم يعني ايه، وانا قاعده كده او انا في المكان ده تحديدا حسيت بفرق جامد قوي ما بين كانت الريحه في سور مجرى العيون وهنا. يعني أكيد طبعا. مبدئيا أكيد طبعا. البدايه بتبدا من هنا بالزبط. الجلود بتبدا من هنا. الجلد الخام بيجي من المورد او من المورد بعد ده اللي هو مورد الجلد الخام. اهو شكله اهو هناك اللي هو نفس الشكل ده. نفس الشكل ده. فتشتريه منين ده بقى؟ ده من الموردين جلد. من الموردين. تمام. بيتم بقى العمليه الانتاجيه الاولانيه في البراميل دي. المكن ده بقى حديث يا فندم ولا البراميل؟ يا فندم لما تروحي اي مصنع في ايطاليا في العالم هو ده. اي مصنع في العالم؟ في العالم هو ده. هو ده المصنع المتكامل بالمكن. بالمكن بالمكن ده. ما عدا العماله طبعا، احنا عندنا هنا العماله. العماله عندنا احسن. لا طب هاي، لا انت بتقولي اخبار كويسه على فكره. لا العماله عندنا كويسه بالفعل. عندنا العماله بس يعني في المجال ده ينقصها. طبعا لان يعني هم كلهم جايين فاميلي. ماشي. معظم العاملين هنا في الروبيكي منين؟ اغلبهم مصر قديمه. اغلبهم مصر قديمه. دي شغلتهم يعني. هم كانوا كل شغلتهم هناك. فاميلي تقصد انها متوارثينها هي موروثة بالظبط. وكل واحد بيبقى عنده الجزئية اللي متخصص فيها. يعني اللي بيشتغل على المكنة اللي زي المكنة اللي فوق ديت حضرتك. ايوه. مش اي حد بيشتغل عليها. المكنة اللي برضو اللي جوه ده مش اي حد يشتغل عليه. ايوه. فكل يعني بيبقى كل واحد له تخصصه. اللي ورثه عن زائد ان هو بقى بيتعلم. شكل الجلد يجنن ده. بيجي ما هو ده حضرتك هنا البراميل ديت. دي اسمها براميل. ده براميل. ده يعني 4.5 في 4.5. 4 متر ونص. يعني شكله كبير. يعني ده بيشيل له. حط فيه بقى الجلد اللي حضرتك. حط فيه الجلد اللي هو بشعره. بتاخده من الموردين. من المورد. يحصل له ايه بقى؟ ازالة شعر ودراجة. عشان يطلع اللون الابيض اللي انت شايفاه ده. يعني دي المرحلة التانية. دي المرحلة بقى. ده بيقعد هنا 4 ايام. 4 ايام. عشان يطلع كده. بيستوعب قد ايه بقى؟ يعني بتكلم في طاقه انتاجيه قد ايه؟ عشان بس ابين البرميل الفرق ما بين البرميل الواحد ومجرى العين. اكيد طبعا. البرميل الواحد ده هو بيشيل تقريبا 10 طن جلد. 10 طن الواحد. برميل عندك كام برميل؟ بالنسبه للمرحله دي انا عندي انا 7. 7. اجمالي البراميل عندنا لان كل جزء يعني مختلف شويه. شغل. يعني بعد ما بنخلص هنا وبيطلع من هنا عندي بيتقسم هنا في عندي 4 براميل. الاربعه دول. الاربعه دول بيتعمل فيهم اللي هو الجلد اللي بنقدر نسميه متوافق بيئيا. تمام. لان كل حاجه مختلفه اللي هو بنسميه الجلد النباتي. ده الجزء اللي كان بيترفض بسببه التصدير. لا. لانه ما عندناش ده المواتي. يعني ده حاجه سبيشال قوي ومش كل المدابغ بتعملها لان ده بيبقى حاجه مخصوصه. يعني عارفه حضرتك ايه؟ اما ان بيتعمل نباتي او بيتعمل خالي من الكروم. طب ما تقول لي ده بيستخدم في ايه وده بيستخدم في ايه؟ بيستخدمه في كل حاجه. بيستخدمه في الشنط، بيستخدمه في الاحذيه. عاده النباتي بيستخدم في الشنط. او في الاحذيه اللي بتبقى غاليه قوي البراندات الكبيره. زائد جزم الاطفال خصوصا. أيوة. بره عشان أيوة. انها تبقى ايه، لان ماده الكروم اللي بتتحط مع الجلد اللي هي هوريها لحضرتك اللي هو زي الجلد الازرق ده. ده كان اللي هو الويت جلو. ده بقى المكن ده بيطلع ده. لا ده بيطلع اللي انت شايفاه ده. بيطلع اللي ده هو اللون ده. البيج ده. ده هو نفسه الابيض اللي انت شفتيه هنا اللي هو زي ده. تمام. لا انا اقصد انه باشمهندس محمود قال لي انه احنا ما كانش يعني ما فيش موافقات كانت بتتاخد من عندنا بسبب ان احنا لما كنا في سوق مجرى العيون كانت البيئه غير مواتيه. والمكن مش حديث. طبعا ما كانش ده المكن الحديث ده اللي حضرتك أنا لو رحتي اي مصنع دباغه في العالم. أيوة. هو ده نفس المكن بالظبط. الجزئيه الثانيه برضه عشان اوري لحضرتك هنا البراميل الثانيه ديت. أيوة. دي اللي بتطلع اللي هو الويت بلو اللي هو اللون ده اللون الازرق اللي هو الاكتر حاجه شغاله في العالم يعني اللي هي المتداول. المتداول عاديا. بقى منه الشنط، بتعمل منه الملابس، بتعمل منه الاحذيه، بتعمل منه الحزام، بتعمل منه كل حاجه. عشان هو بيتعمل منه حاجات كتير عشان هو دوت اللي كان يعني ده هو حاجات متوافقه بيئيا 100%. كوست عالي، تكلفه عاليه.
فهو ده الاختلاف يعني. ايوه، وبالتالي ده عندنا غالي. اه طبعا، يعني لان هو تكلفته الانتاجيه عاليه. ايوه ايوه، تقريبا يعني فات المصنع هنا بيشتغل فيه كام عامل؟ احنا عندنا 170 عامل. 170 عامل كلهم كانوا يعني بيشتغلوا قبل كده في سور مجرى العيون. بيباتوا فين لا احنا جايبين لهم مواصلات. احنا جايبين مواصلات. المكان بقى قريب بالنسبه لهم؟ يعني هما كنا زمان واحنا في مجرى العيون علشان الانتاجيه ونقدر نوصل للانتاجيه كنا بنسهر، لان ما كانش عندك المكان بالاريحيه دي. احنا كنا نكت طالع نازل طالع نازل، عمال بيطلع في 5 ادوار وينزل ويطلع. يعني هنا اريح له. اريح للعامل. طبعا العمال نفسهم يعني حاسين هو بيشتغل، كل واحد شغال في تخصصه والامور سلسه بالنسبه له. ايوه ايوه ايوه. دي مرحله ايه بقى؟ انا بعد المرحله ديت انا المفروض في السكشن اللي هناك الثاني اللي هناك اللي ورا في براميل هناك هناك. أيوة. هي أيوة. دي مرحله الصباغه. الصباغه اللي هو يعني بتلون الجلد اي لون انت عايزاه. هو ده بقى، تعمليه اسود، تعمليه بني، تعمليه احمر، تعمليه زي ما انت عايز. يعني اي لون في الجلد هو بيتعمل هناك صباغه زي هناك. في البراميل دي يطلع الوان مختلفه، يطلع الالوان اللي هي أكيد. زي كده، دي كل دي الالوان اللي ممكن تتعمل، اي لون في العالم ممكن يتعمل. اغلى جلد، هل يعني نقدر نسال سؤال زي ده؟ هل موجود؟ هو ما فيش حاجه اسمها اغلى جلد. احنا عندنا في مصر المتاح هو البقري، الجاموسي، البيبي بافالو، والضاني والماعز. بس طبعا الضاني والماعز يمكن لهم مدابغ متخصصه ليهم شويه. احنا هنا في المصنع عندنا بنشتغل البقري، جاموسي، بيبي بافالو. مين اللي هيستورد الجلود دي الملونه دي؟ ده احنا عاده دي الدوره. دي لا، ده التجفيف، ده تجفيف الجلد. تجفيف بعد ما بيطلع من الصباغه. ايوه، يخش على مكان بيتعصر وبيخش على ماكينه فاكيوم اللي برضه ممكن حضرتك دلوقتي هنشوفها دلوقتي. وبعد كده فبيتعلق هنا 24 ساعه طبعا لحد ما يجف تماما، وبعدين ينزل بقى يبقى جاهز ان احنا نقدر نشطبه ونعمل له فينيشنج. اتمنى لك التوفيق يا فندم. ربنا يخليك يا فندم. ربنا يخليك.